الله يبارك فيك. تفضلي اختي تفضلي. بارك الله فيك. امين امين. الله يطول عمرك. امين. امين. بارك الله فيك بارك الله فيك. احسن الله عليك بارك الله فيك. تفضلي اختي مرحبا بك. بارك الله فيك. الله يوفقنا للخير. الله يوفقنا للخير. ماشي مشكل يا خويا اختك. استغفر الله العظيم اسمح لي. لا ماشي مشكل. انا من طبيعي خويا ما نبكيش بزاف ولكن ملي وصلت بينا واحد الدرجه بزاف صعيبه ومشى خسرت ليا المدام اخت اسماء الله يحفظها حتى هي يا رب تعطيكم صحتكم وتبعد عليكم شر الخلق من قبل ما تفتح انا مشيت عندك نيت على قبل باش نطلبك باش ناخذ موعد نترجاك باش تدي عيس. انا جايه من ايطاليا. نعم مرحبا. المهم وانا يلا قربت لعندك للدار كتبان لي كيبان لي واحد راكب واحد طوموبيل كحله وجالس فيها وانا قلت لبنتي حيت انا وبنتي اللي مقادين بزاف وانا قلت لبنتي يلا يلا نمشيو نصونيو ليه في الدار باش نطلبوه انا يلا غادي كيبان لي اقسم لك يمينا يعني هذا الحل بحال الرؤيه سبعه تاع التليفونات محطوطين انا يا حيت بالزربه في الحلم فهمت راسي شنو سبعه المعنى ديال سبعه تليفونات محطوطين حداك حدا دارك والتليفون الاولاني خرجت منه رساله مكتوبه القتل الدمار هكاك اقسم لك يمينا ساعه عليها غادي تمشي تفتح انا صونيت عليك وقلت كنطلب فيك تشوف راني عطيتك بالضبط التوقيت قلت لك راني مقطع البي ديال الطياره نهار 24 في شهر 12 ونرجعوا نهار 11 في شهر 1 الله يجازيك بخير لما زعما خد لينا شي موعد من زعما ترجعك قلت لك وانت كتقول لي زعما راه باقي ما يعني ما عنديش المواعيد دابا هكا هكا خدي وانا نقول لك شوف غنقول لك واحد الحاجه رد بالك من اشرف الحياه يعني اقسم لك يعني بحال هكا في الحلم انا ما على باليش هذاك السيد نعم نعم ولكن في الحلم كنقول لك رد بالك من اشرف الحياه يعني في الاخر وانا نترجم هذاك الحلم غير في المنام نعم كنترجم نقول الى هذا كياديه القتل الدمار هكا في الرساله الاولى سبع تليفونات يعني سبع ايام كل نهار شنو دايرين ليك هذا في الحلم انا اللي حلمت اما احلام الاولى اللي حلمتهم ان اول مره جيت باش ندير الرقيه هاز بحال شكل من بخر حزن عزيز عليا بعد المرات كنكون في خدمتي كنشم واحد الريحه طيبه زكيه بزاف تاع العود وانت هاز زعما هذيك وكت هكا ديك الريحه زوينه وشويه وداك الشيء اللي فيه بدا كينطق في الحلم ولكن انا نعسه بالرقيه دايره الرقيه نعسه بها وتنحلم بحال هذاك ثلاثه اللي فيها كيقول حنا ثلاثه فيها ثلاثة بينا فيها ولكن كنبكي يعني هذيك اللي فيا كتبكي زعما نعم قلت ثلاثة بينا عاودت الحلمة الأخرى ثاني وبدون شعور طفيت أنا الرقية بدون شعور درت هكا طفيت الرقية صافي فقت ديك الساعة فقت وبقى فيا الحل علاش ما كملتش الرقية في الحلم زعما نعم مرة ثانية نحلم بحال كنرجع ديما كدير لي الرقية وهاز قرآن صغير في المنام في المنام نعم في المنام نعم أقسم لك يمينا وكتقرا عليا هكا شوية بديت كنرجع كنرجع حاسه رقيق بحال ديال البحر داك المزرار القيوه ديال البحر هكا كنرجعو تنرجعو تنرجعو الحلمه الاخرى الثالثه ثاني كنحلم ثاني بحال هذيك ما نتاكد المهم دايره الرقيه ديالك ولكن كنرجع قبل ما نرجع حيت انا اللي غاكل مني قبل ما يجيوني كنحلم بيهم في الليل مع الصباح كنلقاهم دائما دائما نعم الا دابا ما بقاوش هذا باش 4 شهور تقريبا وليت كنحلم بيك تقريبا داكشي متسلسل حلمت بحال زعما واحد دراوي افريقي بحال باغي ماشي افريقي المهم اللون داك اللون نعم 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 وقاس انا وماما وواحدة دايزا حتى هي هكاك كحلم قلت لماما شكون هادي قالت لي هادي راه خت العريس وانا مطلبه ليا زعما كاينه العريس زعما اللي بغا يتزوج بيا راك في الطوموبيله
قلت لهم لا لا ما عندي ما والله ما ناخذهم برك عليا يصدق على راجلي زعما كاينه الدوره اللي دار ويدير اكسيدون مات من تما وانا نحلم في هذيك الليله حلمت حاشاك رجعت الدم من فمي صافي من تما كنبقى دابا شي 4 شهور الحمد لله ما كتجينيش ما كتعلمنيش نعم الحمد لله المهم كتجيني عاديه نورمال كنحس بك لان سبحان الله الرؤيه كنت دائما قبل ما تجيك الدوره الشهريه كتحلمي بها ولما مات واستفرغت الدم كانه كان ساحر يمص الدم ويشرب الدم وكان افريقي انتهى الامر سبحان الله هذا والحلم الاخرى ثاني نحلم هذه بالحق تدرت الحجامه نعم نعم ونحلم بحال واقفه ثاني كنترجى كنطلب علاش لان حنايا وقعنا بزاف مشاكل عندنا محق المال ناس الطوموبيل اللي شريناهم غير مستعملين ولكن مزيانين عرفتي اسمك ايطاليين جداد نعم نعم وربي كيسخر فيها تقريبا بحال فابور نعم نعم طاح ليا كاع كلها بديك 100000 ريال غير بالكتبه وبلاسيونس ديالها صافي هذا هو جيد فابور فابور ما شاء الله وتيحلوا فيا تما كاينه الطاليان هاكا من تيشوفوني لان تماك بحال شي راجل داير بوحدي انا هز المسؤوليه زوج ما كيجيش هذا هو المشكل كيفاش ما كيجيش انا هي لقيت واحد نوريه لك لقيت انا هي السحر في الدار نسيت صافا تخرج برا صافي لا ما توريني شي حاجه انا كنت جايه عواله باش ندوز عندك ولكن ما كتبش كانت ضغطة بنتي تقطع لها عرق في الريه لا اله الا الله واحد الحاله شفتها انايا ديال واحد السيد جا من هولندا كنت متبعاه انا بنتي نهار غادي دير العقد ما بقاتش بغات تمشي ومن بعد كي تزوجات تقطع لها العرق في الريه شحال السن ديالها؟ 22 عام وهي معرضه للموت هي كتحلم خويا تيحلم بواحد انه بحال جارها كيقول راجلها دير ما نخليهاش لك راه ديالتي انا و سمح لي نوريك هاد السحر كتصيفطو مو متراجلي كتصيفطو معاه صيفطاتو معاه وكاد جدو لان لقيت حتى تما كاين العقار هذا خطير حارس بحجاب والعقال السوداء خويا السوداء راسي مكتوب شي هادوك ديال البخور داكشي ديال الحكم عندك الاصداف ديال البحر والاسم مرسومين 4000 فيغوريز انا وبناتي جوج وولدي الصغير انا يا الراجل ديالي حاط عليا هذاك المسؤوليه كلها عليا اصلا كيحلمنيش شمال هذا كان شحال من عام هو دابا الزوج عنده المشكل شحال من عام انت مع الزوج في هذا المشكل شحال من عام؟ دقيقة من 94 من 92 درنا العقد هي كانت رافضة الأم ديالو الأم ولكن أنا ما كنتش كنعرف أنا جابوا لي غير عمي وراجل بنت عمي دابا حتى الزوج تا هو كيكون ضحية في هاد الحالة يعني كينفر بدون شعور كينفر من البيت ولي قاسي على الزوجة وما يحس ما تكونش عندها العاطفة والمحبة والو شحال ديال الابناء؟ ثلاثة عندي جوج البنات ودي ودابا حتى البنت هي الكبيرة اللي مريضة هي الكبيرة هزوها في حالة خطيرة الحمد لله الطب في اوروبا راك عارف يعني مستعجلات نعم عتقوها ولكن ممنوع عليها منع عليها من تاخذ منع عليها ممنوع عليها تولد الاولاد يعني كيفاش غيعيشها راجلها وما باقي لا بداو في الحياة الزوجية وهذا ديما المشاكل واحد جوج كنجري على راسها هي وقفة على رجليها جات معايا راني جبتهم غير بزاف والله غامرت اقسم لك يا ابني غامرت وما نقولش لك احد ما كنبغيش نتشكى انا بزاف كنقول ديما ما عرفتش نقول لك والله العظيم بحال كيجيو عندي حالات غريبه عجيبه صراحه والله وتشوف بنتي تبقى فيك وحق الله العظيم تبقى فيك انا مسامحه في راسي انا درت لي البارح الاستفراغ خرجت حيت شربت ايترونس على ما بغاش لك شي يخرج بزز تزادني ايترونس اخرى بقى في غير شويه بزز
باش رجعت داك الشيء، ودابا كاين حيات وعبان وعقارب. شنو كنتي؟ ما كنهضرش، ولكن داك الشيء كيبقى. وحلمت منين درت ليا هذاك الحجامه اول مره، نحلم واحد فزك يدو اللي قالت فزك مزيان بالموت يقوش تيخنق تيخنق فيا مزيان، نحس الناس بالرقيه. والمهم بزز باش شويه مدار اختي حلمت حدايا، حلمت حدايا على اساس جوج تاع الكلاب وراجل سوداني بغى يتزوج بيا. دابا المشكل اللي عندك هو اللي عند تقريبا عند الابنه ديالك. انا يا والله مسامحه في راسي، ماشي مشكله، انا بنتي حتى هي عندها العاشق يجي دابا تمنى بالزواج كيعد وكذا والامر. انا عندي رسم لي القلب هنا، مرسوم قلب. ها هو نوريه لك، وريته لك الاخت اسماء، يا ربي تشوفه مزيان. ها هو يا انا نعتو لك وغادي يبان لك منين خاص نطول. صافي صافي ماشي مشكل، فهمت 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 فهمت. دابا كاين اللي كيرسموا لها في يديها، كاين اللي كيرسموا لها في وجهها، كاين اللي كيرسموا لها في خضها. لا عادي هادشي ولا معروف طبعا بحال الطابع. طيب شوفي دابا شنو نقول لك، كيفاش غنساعدك اختي؟ انا سمعت المعاناه ديالها، كيفاش غادي نساعدك؟ حتى الوقت ديال المشكل، انا بنتي فرحات عليها ما تجيش، حيت داكشي اللي فيها ما كتبغيش تجي بزز باش ديتها. دارت الرقيه عند داك الاخ، ولكن الحقيقه ولو كيدير لنا الرقيه انا الداخل ديالي كنقول خصنا نمشيو عند العلاج. راه صافي شوفي باذن الله دابا تاخذوا موعد ياك، نشوف لك ممكن موعد يكون قريب. دابا كتقولي حال حرجه عند بنتك وعرق في القلب وكذا، كتاخذ اخطر الدواء عندها الدم. الدم كان عندها مكبد الكريات الحمراء تيموتوا، عطاوها دابا الدواء الى غير جرحت الدم ما يتوقفش. حول القوه، عطاوها واحد اخطر دواء عاتن ولدي، تصور قسم بالله الا نعست كوما مع الشراف اللي كيموتوا يلاه كي دخلت هي ماتت شارفه حدها. الاطباء كلشي تجمعوا على الحاله ديالها. صافي اخت سنين تكلم مع اخواتك بخير، اخت سنين تكلم مع الاخوات يكون خير. الله يسلمك انايا، الوقت ما عندنا شي. لا يا رب يا رب يا رب يا رب يتيسر الامور على يدك وتعطيك صحيحتك، اذا كان ممكن حتى اليوم، اذا كان ممكن نجيبها. غاتسنايني وغادي نشوف نشوف يا رب تفرحك، لان انا صراحه غاتسنايني وشوف انا حالتي ماشي مشكله، غاتسنايني وشوف كيفاش غنعملوا، نشوفوا اذا كان ممكن باذن الله تعالى.